توا انا معناها قبل ما نرقد ديما نعمل هكا كيما قلت، معناها مغرومة بالقصص كل شيء، ومن ساعة ما نحلش التيفي وقلت نعملو هكا معناها رسوم ولا صور مزيانة، تزين شوية الباج نتاع الفيسبوك، نمشي مثلا رومانس تعجبني تصويرة مزيانة ناخذها ونحطها على الفاس بتاع الفيسبوك. اليوم عملت رومانس جاتني هذه، مش تصور كيما عجبتني هذه، هذه مزيانة مزيانة، ونعمل عليها ديكور مثلا، نتصور نتاعي نعملها في الروز ولا حاجة، عجبتني مزيانة، شفت قش عليها كيما نرسمها أنا. بك عليش. أما المشكلة أنه جتني التصويرة دي شنية، شكون يشبع حتى هاي الطفلة درا شكون تشبع. المهم أنا خاطيني نرقد ديراكت، حط تصويرة هكاكا على الفيسبوك مزيانة وكهو، جست نحب نزين للديكور مزيانة، خاطيني معناها. والبلاصة هذي شنية هذي، حتى هذا حتى هذا خطيبي، مش لي أنا، بعيدة في مخي، مش بعيدة. ليه أحسن واحد، أحسن وحيد هيكم باين هذا ما في السيسي. ليه كتحب تقول لي يا راهو الرومانس مش أنا، مش لي أنا، تحب تقول لي أنا نرقد ديريكت نرقد، جمعت السينية على الرومانس باش تقعد تحكي معاهم. مام يقعدوا بالسينية اللي يحكيوا على الراس، احنا نرقد، واحنا نحط لك التصوير تاني ونرقد، تفيق فيها بالواقع، مش تصطدم على صخرة الواقع. ما هو انا نجي نصلي الصباح ساعات نتيمم كي تبدا الدنيا باردة، ونبدا بالخمار ومعناها ونحط حجرة التيمم، ساعات تجي هكا قدامي شوية الصخرة بتاع التيمم، عاد ولي تبدا تعمل في السينيال من التليفون، تبدا تخلي حتى على جنب، توا عمرها ما صليت، معناها انا شو قديش نصلي، فهمتش، عمرها ما صليت، وتعرف كان حتى على جنب، حتى على جنب، معناها انا صلي، تقول لي حط الصخره على جنب، الصخره هذه بدتها لا باش تقول لها راك بيت الليله كامله تحكي، مش تتصدم على صخره الواقع، حليبك تكرهك تحكي ما صبخ ما عنديش الحمد لله. خلص حتى في عرسي سيء، عرست وفات. الشارج ما فماش تليفوناتهم معدولة، تبدا تضرب لهم في صغارهم، تسمع صغير ويبدا يا ما ولا يصير تضربه له بالسينيال، فيقتها قلت له تضرب، قال شنو غايرة من بو، من بو الراجل، الراجل كبير مسكين خطي ما تبقى ما عرفيش على السينيال، شنو نعمل اللي انا باش نبدا بعيدة على الحكاية، نسكر التليفونات حتى لو جاي تجيهم من التليفونات الاخرين مسكنات جيري. انا مرتاحة، انا حتى اللي تنصحو كيكا تقول له راهو السينيال يجيك يولي يقول لك لا كذبة ودرا شنوا، انا ننصح ونبعد على روحي.
من الذبذبات يعني الودنه مرتاحة أنا ما عندي صغار استنى خل نكمل نتبع بغيض القصة استنى توقف ايه تضحك يا تضحك يا عصفلة شكون هيك بلا بلا اقسم بالله بعدها ذلك السنة الحمد لله فيقتك ولا فايدا ما وصحفونا يسر انو بي فيقتك ولا ما فيقتكش بش معاش تضرب العبيد نو تعطيهم السينيال لا نقول كيفاش تعطيهم وجيعة مثلا ذوق تجيب لهم واحد عنده وجيعة في سبيتار ولا حاجة تجيب له وجيعة ديك تحطها في راس الصحيح صحيح سريع وجد هو عنده الوجيعة هيك فهمت لك ايه شنية هيك انا اللعب الكله في المخ يقرأوا سيوه ويحسب روحه صحيح يقرأوا بحاجة محشي في كل بس في دار مسكين وخصة ننسى قل شنو غايرة ننسى يعني هذا الناس اسمه هذا كل ليلة يمشي يقعد يحكي أنا الحمد لله يا ربي نحمدك ويمكن خاطر ضميري مرتاح نرقد في ساعة ما عنديش معناها هذا جوج عملت لا بالوحدة بالوحدة تبدا وحدة داخلة وحدة خارجة والليلة تقوش عليه في التاكسي فور وهيك هو اللي معناها ديفو متاع البورتابل خطر معناها الكلام يبدا الكل موجه الناس كل تسمع بعضها فهمت من غير ما تحس من غير ما تشعر مخلص شنو اخر ترى ايكم كيف ايكم سبا اخر ده صغار صغار بالشجرة فيهم بعد علينا البلاء غموس الرموس جريرو في بعد البلاء خطر وجيعة الصغار هيك خطر الكبير يستحمل اما الصغير مسكين وبرا ما يفهمش حتى كي تقول له اعمل هكاكا ما يفهمش سيكن تقول له ابعد على السينيال ولا ابعد على البريز ولا اي حاجه يظهروا يقولوا فيه في التلفزة عادي معناها يعني الناس كل تعرفوا هيك فيك بغيت احلام لذيذه ربي معاكم ربي يحميكم